اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نتوقف عند اللي مشرفنا في المحافل الدوليه. عايزين نتكلم معاكم عن قصه بيج رامي اللي طبعا ان شاء الله بكره هيوصل بعد ما توج بلقب مستر اولمبيا 2020. الحقيقه كلنا طبعا كلنا مش بس في مصر، الحقيقه العالم العربي كله، يعني اليومين اللي فاتوا كلنا كنا مهتمين جدا بهذا الانجاز الكبير اللي حققه بيج رامي بعد حصوله على لقب مستر اولمبيا 2020، وشفنا ازاي كل الرياضيين وكل الفنانين كمان هنوا واشادوا بهذا الانجاز الكبير. لكن الحقيقه احنا استوقفتنا جدا تفاصيل حياه ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي اللي كانت صعبه جدا في بدايه مشواره، واللي كشفها وكشف تفاصيلها بنفسه لما قال ان بدايته كانت في منتهى الصعوبه، مش زي ما ناس كتير ممكن تبقى متخيله. قال: وانا في الجامعه فشلت في سنه، والدي الله يرحمه اتكلم معايا وقال لي: في كل الاحوال انا فخور بيك جدا، ومهما حصل معاك لازم تكون دايما فخور بنفسك، والناس اللي حواليك بالتالي هيبصوا لك ويفتخروا بيك على ان انت اعظم انسان في الدنيا. رامي بيقول ان الكلمتين دول غيروا كتير جدا فيه وخلوه يقرر انه يبتدي مشوار جديد ويتحول الى انسان جديد. وقال كمان ان انا ابتديت بامكانيات بسيطه جدا وحاولت واجتهدت لحد ما وصلت في نهايه الامر ان انا اقف على مسرح مستر اولمبيا وانا ماسك الميداليه الذهبيه. وجه رساله للجميع وقال فيها: خطط لحياتك على قد امكانياتك، وكل ما امكانياتك تكبر طور طموحك انت كمان. كلام محترم جدا، وزي ما قلنا مثال رائع جدا، وحاجة كانت عايزة أقول لكم قلب السوشيال ميديا هذا الخبر والتتويج كمان اللي حصل عليه بيج رامي. العالم كله كان فرحان، مش بس عايزة أقول لحضراتكم المصريين، ناس كتيرة جدا كانت فرحانة بهذا البطل اللي هنقول إن هو أكيد شرف مصر. واستوقفني كمان، خليني أقول لحضراتكم هنا لو زي ما كريم، أو استكمالا للخبر اللي كريم كان بيتكلم فيه اللي هو قصة تأثير الأب كمان في ابنه رغم إن هو توفي، بس دعمه معنويا بكلمه ازاي خليته ان هو يبقى بطل. فكره ان هو يقول له انا فخور بيك مهما طبعا حصل، دي حاجه تخلي الابناء لحد ما عندهم حافز ان هم لا طب انت فرحان بيا بس انا هخليك فعلا فخور بيا. ده كان كمان امر مدهش بالاضافه لده ان هو اصيب كمان يا كريم بكورونا، لكن هو نجح في قهر المرض و توج بقى او توجت جهوده بالفوز بهذا اللقب العظيم. وكانت كمان لزوجته تصريح كشفت فيه على ان لم يتوقف هو عن التمرين يوم واحد، ده رغم اصابته بكورونا الفتره الماضيه، وبالرغم كمان ان هو تم استبعاده من المشاركه في بطوله اسبانيا المؤهله لبطوله مستر اولمبيا، ولم يكن امامه وقتها سوى ان هو يتلقى دعوه المشرف على اللعبه للمشاركه في مستر اولمبيا، وقرر ساعتها مواصله التمرين سواء حصل على الدعوه ام لم يحصل عليها، لكن في الاخر هو حصل عليها وكمان فاز باللقب. ونرجع نقول ده سببه ان في اصرار، الاصرار اهم شيء اعتقد. يعني الحلم كويس ان هو يبقى موجود، بس انت لازم تصر على حلمك، ما ينفعش يبقى بس مجرد حلم. فحاجه او نموذج حقيقي محترم جدا ورائع. التفصيله اللي انت وقفتي عندها دي فعلا جديره بالتامل. ليه بقى؟ وانتي بتقولي بتتكلمي على فكره ان الاب بكلمه واحده او بجمله واحده عفوا خلى ابنه يبقى عنده اصرار ان هو يتحول لبني ادم جديد، يثق في نفسه ان هو مهما كان فاحنا فخورين بيك. وانتي بتحكي التفصيله دي انا سرحت في كتير من الامهات اللي مثلا ايه يخاطبوا اولادهم بيا فاشل يا فاشل، او الاب اللي يقول لابنه ما انتش نافع، او يقارنوهم باطفال تانيين. صح طبعا. ده وحش جدا، ده شيء بشع بصراحه. يعني بيخلي ثقه الطفل يعني تنعدم. فليه؟ انت لازم تكون داعم لابنك حتى في رياضات. امبارح لما كنا بنتكلم في الفقره الحواريه كان بيتكلم الكابتن ان حتى لو ابنك يعني خسر في مباراه انت ما ينفعش تتخانق معاه، لان طبعا انت كده بتعلم ان هو ما ينفعش يخسر، ان الحياه كلها مكسب وخساره، بس انت لازم تدعمه. فدي نقطه كمان مهمه طبعا جدا على مستوى الرياضه. والحقيقه ناخد بالنا تفاصيل حياه بيج رامي واللي حصل فيها يخلينا كلنا عندنا ثقه كبيره في ان الواحد فينا لما يحلم ويسعى لتحقيق حلمه ده بجد ربنا اكيد مش هيسيبه. وده اللي حصل بالفعل مع بيج رامي اللي وصل بحلمه من قريه السبايع في كفر الشيخ الى مستر اولمبيا 2020، طبعا بعد عده مشاركات سنويه واحتلال مراكز مختلفه كل عام، حتى وصل للمركز الاول وحصد اغلى ميداليه واغلى لقب في عالم كمال الاجسام على الاطلاق. خليني اقول لحضراتكم برضو اشاد بيج رامي بالدعم المعنوي اللي ناله من الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اللي كان بيتابعه واتصل بيه كمان قبل انطلاق البطوله، وكان من اوائل المهنيين ليه بعد التتويج. وكمان عرفنا ان هيكون هناك استقبال خاص لبيج رامي في المطار ان شاء الله لما يوصل، وهيوصل بكره، وهيكون الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه في استقباله، وعدد كمان من ابطال رياضه كمال الاجسام من اجل طبعا تكريمه على الانجاز التاريخي اللي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.